نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة بأسوان، وفيها نتحول إلى محافظة الأقصر، حيث نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ندوة عن أهمية زراعة الأسطح بمكتبة مصر العامة، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات والتدريبات لتأهيل الشباب لسوق العمل، كما تهدف الندوة إلى أهمية استغلال الأسطح كمسطحات خضراء للحفاظ على البيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة التلوث البيئي والتغيرات المناخية بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والاستفادة منها في الزراعة. إيمان عبد الفتاح من الأقصر. في إطار خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة الشباب ضمن المبادرة الرئاسية بداية، نظمت ندوة للشباب عن زراعة الأسطح بمكتبة مصر العامة. تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات والتدريبات لتأهيل الشباب لسوق العمل. تناولت الندوة التعريف بزراعة الأسطح وأهميتها للبيئة والإنسان، وتحديد الهدف من زراعة الأسطح كمشروع صغير لزيادة دخل الأسرة، وخاصة لربات البيوت والشباب الصغير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير طعام صحي، وأيضا الحفاظ على البيئة. عبد الرحمن شعبان شلبي، عضو المجلس الإقليمي لوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر. احنا النهاردة معنا التدريب بالأسطح الزراعية، وكان من ضمن المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأنا من ضمن المبادرة تدريبات لريادة الأعمال والتحول الرقمي والشمول المالي، وكان معنا برضو الأسطح الزراعية للاستثمار الزراعي. بدأنا حضرتك النهاردة معنا المجموعة الثانية للأسطح الزراعية التدريب الاستثمار الزراعي، وكان يشمل حتى الآن حاليا 90 متدرب، وزائد ان بدأنا في التحول الرقمي ضمن المبادرة وفعالياتها انطلاقا حتى الآن 5 مجموعات، ما يقارب أكثر من 90 متدرب لكورس الاي سي 3، طبعا كله مقدم من وحدة السكان مجاني. جايين بدور مبادرة للسيدات وربات البيوت، عملنا بروتوكول تعاون مع وحدة السكان في الأقصر، اللي عايزين الأقصر تتحول جنة خضراء، نستغل الأسطح، نستغل البلكونات، وكنا النهاردة في تدريب ممتاز جدا الحمد لله بفضل الله تعالى، مع تعاون مع وحدة السكان وتوفير المكتبة العامة، توفير لنا أماكن التدريبات الحمد لله بفضل الله تعالى. كان مجهود جميل، وكان تدريب رائع جدا، وبنشكر وحدة السكان وبنشكر المكتبة العامة على المجهود المبذول معانا. هي زراعة ممتازة جدا جدا، وهتعمل توفير للسيدات وربات البيوت من ناحية الغلاء الحاصل في البلاد، هتعمل لهم توفير، بقدر أزرع خيار، بقدر أزرع كوسة، بقدر أزرع بتنجان، بقدر أزرع فلفل، بزرع خيار، بزرع كوسة، بتنجان، فلفل، بزرع طماطم، بقدر أزرع جميع الخضروات في بستلات، في كياس. على فكرة الموضوع نفسه مش صعب، الموضوع موضوع سهل جدا، بل هو محتاج مني تنظيم، محتاج تدريب. احنا النهاردة من ضمن تدريب استثمار الزراعي والنمو الأخضر ضمن مبادرة بداية رئيسية أطلقها الرئيس، إن شاء الله هيتم التدريب عن زراعة الأسطح، تجفيف الفاكهة والخضار، واستنباد الشعير والغرف المغلقة. من الأقصر كنت معكم إيمان عبد الفتاح.